بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل الترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحي هلا بكم. ما زلنا نعيش الأجواء الطيبة المباركة للشهر الفضيل، هذا الشهر الذي أنعم الله عز وجل به علينا وأكرمنا بمضاعفة الأجر والثواب، ونحن على أبواب مغادرة هذا الشهر، وهو يغادرنا هذا الضيف الكريم الذي تضاعفت فيه الحسنات، والذي تغدت فيه الشياطين، والذي فيه العشر الأواخر، والتي فيها ليلة خير ألف شهر. شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الذكر، شهر الصلاة، شهر صلة الأرحام. هذا الشهر منه عز وجل عليه لأننا رضا. الشهر فيه من الطاف القلوب، فيه من الحبة، فيه من تجاوز الزلات، سواء بين الأهل، بين الزوج والزوجة، بين الإخوة والأخوات، بين الإخوة فيما بينهم، بين الجيران، في العمل، في كل من تطفى القلوب ودعو بعضها بالبرة والرضا والطاء في جنة عرض السماء والأرض. أنا أم السلام عليكم. ألو، السلام عليكم خي أبو سامة. يا هلا مزعل، يا مرحبا، يلا حييك، يا مرحبا. طمنا عن الأهل والله بخير. بخير الحمد لله، تمام. تفضل يا مزعل. والله يا أخوي بدي أسألك ولا أسألك عن ذنوبك يا أبو خي أبو سامة. نعم. في وحدة مخلفة تقول صار 37 يوم ما صمت ولا يوم، ما قدرت، تقول أي من هالإشي ولا شو أساوي يعني؟ مخلفة قديش؟ خلفت، جابت بنت، ولدت، جابت بنت. مبارك والحمد لله على السلامة. تقول ما قدرت، تقول أنا ماكل حالي، يعني لازم لو صمت فيه شوية، لو خمس أيام أربع أيام، ما أنا قادر. تقول يعني مش قادر تصوم؟ والله تقول ما أنا قادر، كيف ودي أنا ما يصير نصيب للصيام. يعني بعد الولادة مش قادر تصوم؟ اه مو انها يعني صعبة، تقول من الوضع يعني ما اقدر اصيم، ما انا قادر يعني اتمم الصيام. ايوه، اذا مش قادر تصوم اه فعليها القضاء مستقبلا ان شاء الله، بتنوي القضاء يعني بتسد هذه الايام اللي هي مش قادرة، صحتها مش مساعديتها بعد الولادة تعبة. والله كويسة بس الوضع يعني انت عارف. شو اذا صحتها كويسة لازم تصوم يا ام زعل؟ بس يقول وضع يعني ما انا قادر اتمم يعني الصيام، يعني ما يكمل صيامي. ليش؟ يعني بتتعب؟ متعب يعني، مخلفه جديد ووضعها يعني مو ما يسمح. طيب يعني صحتها مش قادره من ناحيه صحيه. من ناحيه صحيه يعني. من ناحيه الصحيه مش قادره، هلا طبيبتها اذا نصحتها بعدم الصيام عليها القضاء لانها بعدها شابه. بعد فترة يعني بتقضي هذه الأيام اللي هي أفطرت فيها. تقول أنا مضايق داخلي يعني، كان لو نصيم بي بس يومين ثلاث يعني ربي يخلص. يعني الأيام اللي أفطرتهن بتقضيهن. هي تقول مضايق يعني نفسيا، يعني كيف نصيم ولا يوم رمضان يعني وصار 37 يوم مخلفة، لازم يعني أكون نظيفة واستقبل رمضان يعني أصيم كم من يوم. لا هي إذا عندها نفاس، إذا عندها نفاس هي والله. النفاس ما بيجوز لها تصوم ولا تصلي. والله هي النفاس يا ام زعل ما بيجوز لها تصوم ولا تصلي. ما بيجوز لها يعني. لا ما بيجوز منها الصيام ولا الصلاه حتى تطهر. اذا طهرت بصير عليها صيام وبصير عليها صلاه، فتقضي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، بصير عليها قضاء الصيام ما بتقضي الصلاه. يعني ما يعني لا 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 ما عليها إثم الآن ولا عليها شيء ما دام إنه يعني بس. حتى تطهر. الله يشكرك. أنا بعدين تقول الحجة مدعى الحجة، أنا حجة وأنا عمري 34 سنة.
طيب مو انت هسه عمرك 34 يا مزار؟ لا انا هسه ما شاء الله عمري 62. شباب ما شاء الله شباب. والله خيام ال 60 الله يعين. الله يعطيك الصحه والعافيه. والله حجيت يا ابو سامي حجيتنا ابو زعل الله يرحمك عمري 34 سنه. الله يتقبل ان شاء الله. الله يتقبل. الله يطول عمرك. الله يحفظك يبارك بعمرك. يا هلا يا هلا. حد ام موفق من المفرق. السلام عليكم يا ام موفق. عليك السلام ورحمه الله. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت سالم يا شيخ. وانت سالمه مقبوله من المقبولين العايدين ان شاء الله. امين يا رب. الشيخ عندي اربع اسئله. اربع ايش؟ اربع اسئله. اربع اسئله؟ اه. السؤال الاول. الاول احنا نصلي بالجامع. نعم. الجامع مفروش جديد هو بس فيه زي ما تقول وبر وانا معاي تحسس. اها. البس شيله على كتفي. مرات احطه قدامي مشان ما اشم ريحه الوبر عشان ما يصير تحسس. اخذي معاك سجاده. انا داري مرات ازت الشيله قدامي. اه الشيله. متجائز. الشيله بتقوم وبتجلس معاكي ولا ثابته على الارض؟ لا والله معاي. لا معاكي ما بصير. ما يصير. يعني اذا كان الشيله بتتحرك معاكي بالركوع والسجود والوقوف ما بصير تسجدي عليها. أيوة. اما اذا بتجيبي خرقه شريطه شيله شال سجاده صغيره وحطيها افرديها وخليها ثابته على الارض. ايوه. لا والله هاي عكتي. لا اذا بتتحرك معاكي اذا بتتحرك معاكي اللي قال لك يعني معه حق انها والله. ما بصير. ايوه. نعم. جزاك الله خير انت وياه. واياكم ان شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني احنا نصلي يوم جمعة دائما نصلي. نعم. في ناس تقول لما تظلك قاعد يعني تصلي محل واحد كل الصلوات الملائكة تكون فوقيك تدعي لك. نعم. لما انك في نسوان تتفرق يروح يصلي هناك ركعتين هناك ركعتين هناك ركعتين ما بدري عادي وين الافضل. لا انت النوافل كل واحد بيصلي لحاله ما عدا صلاة التراويح. لكن باقي النوافل كل واحد بيصلي لحاله يعني منفرد. فاهمة. بس انا قصدي انه وين افضل اظل اصلي النوافل واصلي السنه واصلي الفرض محل واحد ولا زي هنا توزع؟ لا توزع الاماكن لانه هاي الاماكن بتيجي تشهد لك يوم القيامه. ايوه هو كل ما زدت الاماكن. وبعدين اذا مات الانسان ربنا يعطيك الصحه وطوله العمر امين يا رب. يبكي عليه يبكي عليه كل مكان سجد فيه لله. ايوه. نعم. جزاك. السؤال الثالث. الثالث شو صلاة الأوابين يا شيخ؟ صلاة الأوابين مختلف فيها، هل هي صلاة الضحى ولا الأربع ركعات اللي بعد المغرب؟ لا الأربع ركعات بعد المغرب. صلي أربع ركعات بعد المغرب، هذا رأي للعلماء. ومنهم من قال انها صلاة الضحى، لكن انت صلي الضحى وصلي صلاة الأوابين اللي هي بعد المغرب، أربع ركعات. نعم. طيب، السؤال الرابع. نعم. أي ساعة صلاة اللي بزوق الشمس؟ ست وثمان دقائق بتطلع الشمس. بتحط عليها عشر دقائق. بكون هذا وقت يعني طلعت قيد رمح بتكون. خلصنا من وقت النهي. ايوه يعني لو 26 بتحط 10 دقائق دائما بعد الشروق. الشروق الساعه 6 و8 دقائق. احط عليها 10 دقائق مو كل يوم بيختلف الشروق بزيد. أيوة. وبنقص دقيقه وكذا. ايوه فانت بعد الشروق 10 دقائق. نعم يا ام موفق. يعني لو 26 دقيقه جائز ولا لا؟ طبعا. ايوه. طيب انا والله مرات يا شيخ اظل صاحي للسبعة ونص واصلي صلاة الضحى جائز ولا لا؟ بجوز. ليش ما بجوز؟ الله يتقبل. لاني اظل اقرا قران من الساعة 2 للساعة 7 7 ونص. الله يجزاك الخير ويتقبل منه ومنك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا شيخ. يا شيخ الله يخلي لك يعني ان شاء الله وادعي لي الاولاد والي. الله يجزاك الخير وبارك في عيالك ومالك وصحتك ويبعد عنك الشر واهله. امين امين يهديهم لي يا رب ان شاء الله. الله يجعلهم من المهتدين. الله يجعلهم واولادنا واولاد المسلمين كلهم من المهتدين يا رب. ام علاء من الزرقاء السلام عليكم يا ام علاء. وعليكم السلام ورحمه
عليك السلام ورحمة الله، شو أخبارك يا شيخ؟ يا هلا معلاها، كيف صحتك السلام ليك؟ الحمد لله بركة. الدعوات الصالحين، الله يسلمنا إياك ويطول عمرك، دعوات الصالحين وشوية الأدوية بظل الواحد ماشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأنا بدي أسألك السؤال يا شيخ. تفضل يا معلاها. والله أنا بدي بحب أقرأ القرآن بس ما بقدر يعني أقرأ، ما لأني متكاري هذيك بكراي يعني، وبقول حرام يعني من تبعت على أسفر من دون يعني ما أفهم وده يصير. يعني كيف بتقرأي أنت؟ يعني بحب صبعي وبقول اللي عندي اللي بقدر عليه يعني، وبمسك الأسفر بس. يعني ما بتقرأي أنت؟ لا والله ما بقرأ، يعني بقرأ أشياء خفيفة، إيه كارما فطورة شي، بس ما بقدر أقرأ في القرآن يا شيخ. انت بس بتتبع وتمشي مع ال بمشي مع الأسطر بس، أسطر القرآن. نعم. وطيب انت ما بتسمعي شريط او سي دي؟ بسمع بس ايش بنتي عبالي، بحب اني افتح القرآن واقرأ فيه واتبع فيه، بحب أكثر من السماع. طيب لما بتقرأي ايش بتقرأي وانت ما من اللي حافظيته؟ بقرأ سورة الفلك، بقرأ سورة عود برب الناس، الله أحد الله الصمد. وبتتبعي على كل المصحف، بتمشي على كل هذا السور الصغار بس يا حاج. الله يتقبل إن شاء الله يا معلاء، الله يتقبل، الله يجزاك الخير إن شاء الله، ويجزاك الخير ربي. بقدر يعني هي حملي حلال ولا شو يا شيخ؟ لا، إلك أجر النظر، إلك أجر النظر بالمصحف، وإلك أجر القراءة اللي أنت بتقرأيها، سورة الفلق، سورة الإخلاص، السور اللي أنت حافظيتها. إن شاء الله بدي أسألك سؤال تحملني الله يرضى عليك. وأمريني. في ولد عندي ابن ابني جسرت أمه، وهو يعني ابن 3-4 ساعات، وبتون بنت أختي، وسبحان الله رمته علينا، وأنا إلي 6 سنين بربي فيه وبكيم وبحط وبصرف عليه، يعني مثل مصدنه يا شيخ، شو يعني تفكيري فيه يا شيخ؟ يعني هذا حكمه تقريبا زي حكم اليتامى، وإلك أجر فيه وثواب إن شاء الله. إن شاء الله. بعده عندك؟ أو الله هي عندي، طاح المدرسة، طاح الروضة الثانية، بده يطيح السنة إن شاء الله في المدرسة، واللي بقدر عليه بصرف عليه وبجيب له اواعي، بجيب له كيم وبحط. الله يجزاك الخير. طيب وين الله بيقدرني عليه؟ وين ابوه؟ ابوه موجود بس حالته على الله، تزوج واحد وعنده بنتين 3، وحالته على الله، يعني من بنفق عليه بسيط، يعني انا اللي بقول يا الله الله بيعيني بلكي. لك اجر وثواب ان شاء الله، لك اجر وثواب كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله، ما يعطيك الصحه والعافيه يرضى عليك واياكم ان شاء الله، واياكم الله يجزاك الخير. الله يسلم عمرك، مع السلامه يا شيخ. الله يسلمك ويطول عمرك ان شاء الله. ام انس من اربد، السلام عليكم ام انس. ام انس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي يا ام انس. والله لو سمحت أنا بدي أسألك سؤال حول الناس اللي بطوفوا حول الكعبة، يعني بكونوا بس إيش بعد العصر بيصلوا، وبعد الفجر كمان بيصلوا، بيفتحوا لهم الحجر وبصيروا يصلوا فيه، شو حكمه هذا؟ يعني بعد العصر بيصلوا؟ بعد العصر بيفتحوا لهم الحجر وبفوتوا يصلوا، وبعد الفجر كمان بيصلوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. أها، يعني وقت النهي بفوتوا يعتكفوا، وقت النهي بفوتوا بالحجر بيصلوا، شو حكم الموضوع؟ يعني هو الجاهز بيقولوا انه حول الكعبة جاهز اللي ما بجوزش غيرها. لا لا، هذا الحجر اول اشي، الحجر اسماعيل ما بتجوز فيه الصلاة. يعني لو فات يجلس ويدعو الله عز وجل بما شاء، لكن لا يصلي. وبعد العصر أيضا وقت نهي ما فيه صلوات،
إلا صلاة لها سبب، يعني واحد دخل على المسجد بيصلي ركعتين تحية مسجد، صلاة جنازة، قضاء الفائتة، واحد بده يقضي صلاة فائتة بصير، لكن النوافل في أوقات النهي ما بتجوز. شكرا لك يا دكتور، الله يجزيك الخير وبارك الله فيك. الله يحييك ويبارك، الله يبارك عمرك إن شاء الله. طبعا الأولاد هذول اللي بتركوهم أهلهم لأي ظرف يعني بيشبه اليتيم، لأنه لا ذنب له. لما بصير خلافات بين الأزواج فبصير طلاق بينهم، أحيانا ما بتمون المرأة أنها تأخذ ابنها معها، أهلها بمنعوها، فبحكوا لها أعطيهم ابنهم ولا أعطيهم بنتهم، فبضل يعني بضيع فيه المضيع لو ما لقى أناس من الصالحين يتبنوا يقوموا على رعايته. يعني مش التبني بمعنى أنه سجلوه باسمهم، يبقى باسم أهله، هذا مثله مثل اليتيم. فلازم الناس اللي بتقوم على هذه الرعاية يعرفوا أنه هذا عمل كبير، كأنه يتيم نفس الأجر والثواب. ورعاية هذا الإنسان اللي بحاجة للرعاية وما إله حد يعني بعد الله عز وجل إلا هؤلاء اللي بيشفقوا عليه وبيشفقوا على حالته، فالذين يقومون على مثل ذلك لهم أجر كبير، لهم أجر كبير، وخاصة في موضوع العاطفة والحنان لهؤلاء الأطفال يحتاجوا من يعطف عليهم ويشفق عليهم. صعب واحد يعامل واحد مثل أمه أو أبوه، لكن قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني تحسوا أنه تعاملوهم كأنهم أبنائكم. معنا حسن من الشونة، السلام عليكم. السلام شيخي، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. حياك الله يا مرحبا. سيدي الشيخ الله يسعدك، يعني الواحد بينه وبينك هالمشايخ الفرعيين حيرونا بالنسبة للزكاة. زكاة إيش؟ زكاة المال. نعم. يعني مثلا الجمعة هاي مثلا كان خطبة الشيخ عن الزكاة. وقال مثلا انه السيارة بتتزكى والارض بتتزكى والثمار بتتزكى والباص بتتزكى وكل شيء بتتزكى. نعم. علما سيدي ها مثلا بالسنوات القادمة العام، مثلا خلينا نقول العام شيخ، خطب فينا الشيخ قال مثلا اللي عنده تاكسي على سبيل المثال، اللي عنده باص، هذا ما بتزكى، بتزكى الاموال فقط، اذا في مال مردود مثلا في البنك بتزكى، في مخبيه في منطقه ما بتزكى. وصل السؤال يعني. استاذي اخ حسن. نعم. هلا اللي عنده دكان، نعم، الميزان والديكور، نعم كويس، الديكور، نعم، اللي بالمحل والميزان، نعم، والثلاجات والكذا، كل هذا ما بتزكى. ما بتزكى. اللي بتزكى البضاعة اللي على الرفوف. نعم. والبضاعة اللي بالثلاجات. نعم سيدي. اللي عنده باص خط. اللي نعم. بتزكى ما ينتجه الباص. ما ينتجه الباص، نعم. وليس الباص. نعم سيدي. اللي عنده تاكسي مكتب. اللي نعم. بتزكى ما ينتجه التاكسي. نعم. وليس التاكسي نفسها، ولو كان حقها 40,000. نعم سيدي، نعم. تمام؟ أها. فهذه هذه الزكاة واضحة، يعني ما ينتجه، يعني إذا بعدين أنتجت التاكسي مثلا لازم تنتج ما قيمته 85 غرام ذهب وأكثر، ويمضي عليهن سنة. نعم. أما إذا بتنتج وبصرف ما عليهوش زكاة. أكيد سيدي، أكيد. شكرا سيدي، هذا اللي يعني هذا اللي بدنا إياه إحنا. نعم. أو يعني هذا التوضيح ممتاز جدا، يعني مش ممتاز لأنه الواحد بدوش يدفع، لا يعني لأنه هيك سمعنا مثل ما تقول من مشايخ أمثالك شايف سيدنا، وحبيت أنا يعني لأنه قلت لك الخطبة كانت عن الـ عن الـ نعم. عن الزكاة. شكرا سيدي، شكرا، بارك الله فيك. أهلا يعني. أم إبراهيم من الشون الجنوبية، السلام عليكم يا أم إبراهيم. وعليكم السلام. أنا بس بدي أسأل عن لو طلعت رز مثلا عن الفطرة قديش كيلو رز أطلع؟ زكاة الفطر؟ آه. إيش مالها؟ إيش بدك تطلعي؟ لو طلعت رز كم كيلو أطلع عن فرد واحد؟ من 2.5 كيلو لثلاثة كيلو إلا ربع صاع، يعني بطلع عن صاع. صاع. شكرا لك، شكرا. يا مرحبا وسهلا.
بالنسبة لزكاة الأموال يعني في شيء الأصول هاي لا تزكى. واحد عنده قطعة أرض بيزرعها، ما تنتجه هذه الأرض من زروع وزاد عن 5 أوسق نأتي يعني الأمر فأتوا حقه يوم حصاده، لكن الأرض نفسها بجوز حقها 100,000 ما بزكيها، لأنه الزكاة على إيش؟ على ما تنتجه الأرض من زروع وثمار. مثل هالسيارات ومثل هالباصات ومثل واحد عنده سيارة خصوصي قل له لا تعال زكيها، يعني إلا إذا كان مثلا في ملاحظة، يعني واحد عنده مجموعة سيارات عنده هواية، واحد بنص مليون، واحد ب100,000، واحد كذا، هذه ثروة، هذه عليها زكاة. أما إذا كانت سيارة سيرفيس مثلا أو سيارة تاكسي، هذه هي اللي بتجيب رزقة العيال ما في غيرها، عليها تصليح وعليها صيانة وعليها ترخيص وعليها كذا بكفيها. فما تنتجه هذه السيارة أو السيارات إذا بلغ النصاب ومضى عليه حول بنطلع منه الزكاة. ومثل ذلك السوبر ماركت أو الدكان سميه ما شئت، الرفوف والميزان والثلاجة وكل الأدوات اللي بيستخدموها والسلم، هاي الأدوات اللي في الدكان بتكون، هذه ليس عليها زكاة. الزكاة على إيش؟ على عروض التجارة اللي معروضة فيها، فبيشوف قديش عنده عروض تجارة رأس مالها كم وبطلع عليها زكاة. أم علي السلام عليكم. يبدو أنه فصل الخط. فهذا للتوضيح في موضوع الزكوات هذه. أم محمد من المفرق السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أهلا أم محمد؟ ودي والله أسألك في صلاة الضحى. نعم، في ناس يقولوا قال اللي صلى الضحى يعني ما يصير مثلا يوم ما هو قادر أو رايح مكبار ما بيصير يتركها، أنه لازم فريق يعني كل يوم كل يوم، يعني اللي بيصليها ما لازم يتركها. يعني واحد راح مكبار أو مثلا ما هو قادر أو ما هو، إذا مو قادر ما بيصلي، لكن إذا قادر يواظب عليها ليبني الله له بيت في الجنة. يعني لازم يواظب عليها باستمرار يعني؟ إذا قادر، إذا مش قادر يصليها وهو قاعد. نعم، لأنه المواظبة عليها في أجر كبير، ويبني الله عز وجل له بيت في الجنة. بعدين المصلى ولم تفضل يا أم محمد. المصلى ولما نفرشها يعني والضغط ممدودة قال لا، قال الشياطين تصلي عليها لازم تقليلها. ايش السجادة؟ المصلى ولما نصلي الظهر يعني ونخليها للعصر ممدودة يقول لك لا، قال حرام. لا 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 مش حرام، بس ما يظلوا يدعسوا عليها صغار رايحين جايين، يعني خليها نظيفة ما دام اني حاطها انا العادة، خلينا نكف سجاد الجامع. صادق مضبوط، انا هي بارد نظيفة ما حد يفوت هالغرفة. ها أم محمد؟ نعم. هذا ما بيجوز اظل فاردها، خلينا الرولات الجامع نكفن. كل فرد خليها اذن هالجامع، يلا كفهن. العصر افردهن، المغرب يلا كفهن، رد افردهن. لا ما فيها اشي، يعني في سجاده بكون واحد مثلا مثل غالبيه النساء الفضليات شرواك يا ام محمد والسامعات الطيبات، بكون لها زاويه في البيت بتظل تصلي فيها على طول، يعني بسموها خدرها، بتصلي فيها بتخلي سجادتها دائما ممدودة فيها ولها مصحف فيها لها زاوية بتصلي فيها. وأنا أنت عاملة هيك في البيت؟ أنا ما عندي أولاد صغار، عندي زاوية. عندك زاوية وسجادتك ممدودة فيها؟ ممدودة فيها. وهذا يعني مسجد مصغر يعني إلك. مضبوط كلامك، إذا الدافع بدنا نديمه كل صلاة ونديمه خايف. في عندي بنت بدها بنت صغيرة بدها تحكي معك. يلا احكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شو اسمك انت؟ لين. لين؟ لين خزعلة. لين خزعلة ونعم.
اسالك بس تفضلي بأي صف انت يا لين؟ انا صفي ثالث. ثالث الف ولا باء؟ باء. باء مع الشاطرات يعني. اه يلا اسالي سؤالك. بس صمت نص رمضان والباقي مش قادر اصومه عادي؟ مش قادر تصومي يا لين؟ اه طيب صومي درج الميذنه. ايه؟ درج الميذنه. هاي جدتك بتعرف درج الميذنه. مره للظهر مره للظهر مره للساعه 10 مره للظهر مره للعصر. انا اصوم الواحده بعدين افطر. وبس تصيري كبيره كبيره ان شاء الله ربنا يكبرك وربحك ونجحك ويرضى عليك يا رب وفرح مشكلة. قلبك وقلب اهلك فيكي بتصيري تصومي. مشكور. الله يرضى عليك يا رب. ديري بالك على الجده. انا عندها. ديري بالك عليها دائما. يلا سلام سلام يا لين. باي. الله معاكي. ام علي من الزرقاء السلام عليكم. وعليكم السلام يعطيك العافية. يا هلا ام علي. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير يا رب. الحمد لله، كيف صحتك؟ كيف المروة؟ الحمد لله. كيف الصيام معاكي؟ كيف الصيام معاكي يا ام علي؟ والله اني بخير من الله الحمد لله، ربي يجعلك بخير ومثل ربنا يعطيك الصحة والقوة والمروة شافيك ويتقبل منا ومنك وشافيك وعافيك يا رب. الله يرضى عنك ويعطيك فيرضيك في اولادك وصحتك وبمالك. امين امين واياكم. تفضلي. دكتور بدي اسالك، في لي خالة كبيرة في السن عمرها 80 سنة. نعم. وقراءة أمية يعني بتعرف بدون لهذيك اليوم فاتح الشيخ محمد الغول اللي هو بحكي فيه قلم بعلم قراءة القرآن. ومنين هذا بنجابه يا خالتي تسألي لي إياه؟ وكيف بدي أجيبه وكيف؟ والله غير أفهم. موجود بالمكتبات بالعبدة اللي بيبيعوه بس. لو في لكم تلفون أو عنوان بنشتري لكم إياه وبنعطيكم واحد. الله يرضى عنك، والله ترى تكسب فيها أجل لأنه هي يعني. بس كيف بدك ترني على الشباب وتعطيهم رقم تليفونك ونشتري لك واحد؟ الله يأجرك، الله يأجرك، الله غلبناك يا دكتور. لا أبدا، بكفيني الدعوات المباركات منك. يرضى عنك، والله دائما باستمرار ندعي لك بالرضا. الله يرضى عليك يا ربي ويبارك بعمرك وحياتك وحبايبك كلياتهم يا رب. يعني الخوات هذول الحجيات لما بسألن بدهن قلم مشان يقرأ لهن، واللي بتحط اصبعها على المصحف وبتمشي وبتقرأ قل هو الله أحد والسور القصيرة اللي حافظيتهم. يعني هذه رسالة حقيقة للدارسين والمتعلمين اللي من الحول للحول يلا يفتح القرآن. لا هو حافظ عن غيب ولا هو فاتح القرآن الكريم مشان يقرأ فيه. وهذول الحجيات بتمنن لو انهن يقرن مشان يقرا ان القران الكريم ويحفظن منه. وسبحان الله يعني رساله بودونا هذول الكبار بالسن انه احنا يعني قصرنا وما اتيحت لنا فرصه التعليم، لكن انتم اتيحت لكم فرصه التعليم وانتم يعني ما بتهتموا في موضوع الحفظ والقران وال. فيا ريت يعني يكون في رسالة لهؤلاء من الحجيات المباركات اللي بتصلم فينا وهن يتمنين يعني انهن يقرأن القرآن واظبن عليه لكن ما باليد حيلة. معنا أم علاء من الرصيف السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رديت جئت لك الشيخ الحمد لله لك تسمعه. ايش يا ام علاء تفضلي. الشيء تفضلك الله يرضى عليك ويطول عمرك. بقول هذا الكلام اللي بتبع القران لو اقدر يعني ان شاء الله تساعدوني فيه، مش احسن ما اقدر ما قعدت تلوح في القران يا دكتور؟ احسن ما تخلي تجيبي واحده تقرا لك؟ لا يعني انا اتبع في الكلام واقرا واقرا تبع الاسطر واقرا احسن ما قعدت تلوح في القران انا بقول ان شاء الله. طيب خلي تلفونك عندنا ام علاء مشان نحاول نهديكي واحد ان شاء الله. الله يرضى عليك. وبدي اقول لك عن الولد اللي قلت لك عنه. عمره 6 سنين وبصوم يعني. ما افطرش الا يوم يومين يعني. حلال ولا حرام صومه يا دكتور؟ قديش عمره؟
عمره 6 سنين. لا 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 حرام حرام، نموه هسا فترة نموه، يعني صومي درج الميذنة زي ما كنا نصوم وإحنا صغار. والله أنت صمتي درج الميذنة يا أم علاء ولا ما صمتي؟ والله صمت، أنا عمري 53 لك طول العمر، أنا مواليد 53 يعني رايحة أطيح 70 يا سيدي. العمر كله يا رب، ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب. الله يسلمك، بس هو عنده قدرة يعني بصوم، بدور أكل أفطر وما أفطر يعني بصوم. لا 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 تضغطوا عليه ولا تظلوا تحكوا للناس هذا صايم 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 وتشدوا عليه والولد يدوخ وما يقدر. خلوا للظهر للعصر للساعة 10 الصبح زي هيك. بس أذن الظهر احكي له هاي أذن. 6 سنين صغير. إذا عليك أمر بدي أتكل عليك، خلي الشباب ياخذوا رقمة رقمة الله يطول عمرك. أعطيهم رقمك يا حجة. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فاطمة من الأغوار السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. يا مرحبا. بدي أسألك سؤال بالله يا شيخ. تفضلي. هسا الأبو حرم إنه ابنه غلط غلط وحرم عليه إنه يخش البيت. يعني الأولاد بغلط وهو الأبو هذا كان ملائكة وهو صغير يعني؟ لا فضلت شيء، وهذا الولد أجى على البيت وأبوه ما كان موجود، إخوانه وفوتوه على البيت وبس يجي أبوه بطلع من البيت، هذا شو حكمه يا شيخ؟ لازم إخوانه وصالحوه مع أبوه وهو يجي يعتذر لأبوه. والله حاولنا كثير بس ما ضبط معنا. ليش زعلان أبوه عليه؟ عند الغلط والله قبل رمضان، وأجى برمضان وخش على البيت، حرم أبوه إنه ما يفوت البيت. لا لا ما بصير، الأبو لازم يعني يحتوي ابنه. يعني لو صلحناهم على بعض يا شيخ ورجع هذا الولد وفات على البيت شو عشان الحرام اللي حرمه؟ شو قال هو حرم بإيش قال؟ قال يحرم عليه إذا بخش البيت إلا أنا أكون ميت. يحرم عليه شو يحرم عليه؟ لا فيها يمين ولا فيها طلاق، يحرم عليه بس. بس حرم حرام يا شيخ. بس قال يحرم عليه. ما يحرم، اللي بيحرم وبيحلل الله عز وجل مش احنا. فهو يعني ما بيجوز له يقول له يعني يحرم عليه البيت. وبعدين لو حلف يمين بنقول له ادفع كفارة يمين. اما هو بس قال يحرم عليه يفوت الدار. فهاي مش يمين، ما فيها اشي. صالحوهم مع يعني بعض. يعني اشي يعني اي واحد مثلا ناسي حرام عادي، اما هذاك اليمين. اليمين او الطلاق بيختلف، اما هذا قال يحرم عليه يفوت، شو يحرم عليه؟ قولي له بقول لك الشيخ يحل عليه يفوت الدار. هو قال يحرم عليه يا شيخ. هو قال يحرم عليه. يحرم عليه اذا فوتش الدار. طيب قولي له يحل عليه يفوت الدار. الله يجزيك خير يا شيخ واياكم. لا يا بنتي صالحوهم مع بعض بهالرمضان، خليه يحب على راس ابوه على ايد ابوه ويدعي له الوالد وديروا بالكم عليه، يعني مش معقول حرام. جزاك الله الخير يا شيخ واياكم ان شاء الله، وربنا يهدي بالهم ان شاء الله، ربنا يهدي بالهم. ادعي لي ادعي لي بالله يا شيخ، انا ما راجع المستشفى ومعي غدي صغير، ادعي لي انه الله يشفيني. اسال الله لك الشفاء، اسال الله لك الشفاء، اسال الله ان يشافيك شفاء لا يغادر سقما، ربنا يمتعك بالصحه والعافيه والبركه ان شاء الله. كان معنا عدة أسئلة، طبعا زكاة الفطر كانت تسأل الأخت أم إبراهيم قديش لو بدها تطلعها طعام. طبعا هو أجاز العلماء أن يخرجها الناس من قوت البلد، هي بالأصل صاع من تمر، صاع من قمح، صاع من إقط اللي هو الجميد، صاع، فبحسبوا البياناتن. لكن قوت البلد هو الأرز، يعني لو أراد شخص أن يخرج أرز بيقدر يخرج 2.5 كيلو أرز أو 3 كيلو إلا ربع حتى يكون صاع، وهذا هو الصاع اللي عن كل شخص مولود حر أو عبد صغير ولا كبير، من أو أي مولود ولد قبل غروب شمس ليلة العيد، كل هذول عليهم زكاة الفطر. طبعا يجوز إخراجها نقد، وهؤلاء الذين فهموا مقصود الزكاة واللي فهموا نص
الحديث قالوا تخرج طعام، وعلى الجهتين يعني إن شاء الله مقبولة، والأفضل أن تكون طعام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فإذا كان بإغنائه بالمال أعطيته نقد أو مال، وإذا كان إغناؤه بالطعام أعطيته طعام بالمقدار اللي إحنا اتحدثنا فيه، وربنا يتقبل إن شاء الله منا ومنكم. وهذه تخرج يعني طهرة للصائم، وفيها بركة وفيها أجر وثواب للصائم وغير الصائم، لأنها تجوز عن الصغير والكبير، عن الصائم والمفطر. يعني في ناس بكون ما صام يعني لسبب، بجوز مسافر، بجوز مريض، بجوز كذا، لكن عليه إيش؟ زكاة الفطر. فاللي بده يتقيد بالسنة يعني 100% بيخرجها طعام. إذا كان هناك أناس يحتاجون هذا الطعام يعطيهم أرز، يعطيهم عدس، يعطيهم قمح، يعطيهم ما يحتاجونه من هذه المواد اللي هي غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، فيخرجها لهم. ويتحرى الفقراء والمساكين واللي هم بحاجة، يتحرى أن يعطيهم هذا الطعام أو ذلك المال. طبعا أجاز العلماء إخراجها من أول الشهر إلى آخر الشهر، ولكن وقت الأفضلية لها هو بعد غروب الشمس ليلة العيد. يعني لو طلع مثلا عندنا العيد يوم السبت، بتصير من بعد غروب شمس الجمعة إلى صلاة العيد صباح يوم السبت، فهذا هو الوقت اللي هو الأفضلية لها إذا كان العيد راح يكون السبت توقعنا طبعا، ولسه هذا في مراقبة وفي جهود تبذل حتى يراقبوا الهلال، لكن على فرض أن العيد هو السبت، فبده يكون عندك من غروب شمس الجمعة اللي هي ليلة السبت إلى صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية لإخراج زكاة الفطر. مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد نبينا بالنور.